23 من أغسطس من عام 1785، قام الضابط الفرنسي الكونت روزييلي بزيارة لمسقط في عهد الإمام سعيد بن أحمد بن سعيد، بعد إقناع حكام بوربون وموريشيوس التي كانت تحت سيطرة فرنسا بضرورة توثيق العلاقات مع مسقط لموقعها الاستراتيجي وتجارتها النشطة وعلاقة حكامها بالهند، إلا أنه لم ينجح آنذاك في إقامة قنصلية فرنسية في مسقط بسبب توجس الإمام من ردة فعل بريطانيا وحرصه على مبدأ الحياد بين بريطانيا وفرنسا. الثالث والعشرون من أغسطس من عام 1976، توفي أبو عبد الله العثماني الشيخ زاهر بن عبد الله بن سعيد المولود في بهلة، استوطن نزوة وتولى القضاء للإمام الخليلي، عرف بزهده وغيرته على دينه، له العديد من الأجوبة الفقهية، قام بجمع كثير منها محمد بن عبد الله السيفي في كتاب سماه الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة. الثالث والعشرون من أغسطس من عام 2008، اتفقت السلطنة وأوزباكستان على تفعيل التعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي. الثالث والعشرون من أغسطس من عام 2008، احتفل مركز التميز الرياضي بالعداء الدولي محمد بن عامر المالكي بمناسبة مرور 20 عاماً على حصوله على الميدالية الذهبية في سباق 400 متر بزمن قدره 44.65 ثانية في بطولة الجائزة الكبرى بالعاصمة المجرية بودابست، والذي ظل مسجلاً باسمه رغم مرور 20 عاماً على تحقيقه.